بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة مظاهرة قراءة مسجد الصالحين چنچل گڑا حیدرآباد. حافظ محمد عبد النافع عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله فقال فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.